سمحت، زمان كان في واحد ساكن هنا اسمه إبراهيم النص، لسه موجود؟ إبراهيم النص؟ أيوة. أنا بقالي ساكن هنا 15 سنة ما سمعتش على الاسم ده أبدا. مين بيسأل عن إبراهيم النص؟ أنت تعرفه؟ إلا أعرفه، ده راجل طيب وابن حلال، أنا أعرف المطعم بتاعه وبيته كمان. وبقى عنده مطعم؟ مطعم محترم، ربنا اداله على قد نيته. ممكن توصلني عنده؟ بس المشوار ده هيعطلني عن الشغل. كله بثوابه. يا بركة النبي. لا مش عارفني يا إبراهيم. معاك حق، مهم 25 سنة. جابر، جابر معقول؟ أنا مش مصدق عينيا. الحمد لله على سلامتك. خرجت إمتى؟ نتكلم على الباب يا إبراهيم. لا طبعا، اتفضل يا جابر اتفضل. خايف لا تكون نسيت اسمي وشكلي. اخص عليك يا جابر، هو في اخ ينسى اخوه؟ وفي اخ يسيب اخوه مرمي في السجن 25 سنة من غير ما يسأل عنه؟ انا عمري ما نسيتك يا جابر، بس غصب عني. يا خسارة، حتى انت اللي كنت اقرب الناس ليا، اول الدنيا ما ضحكت لك والفلوس جريت في ايديك نسيتني، ونسيت ان ليا عندك اغلى امانة، ابني مرسي. أنا عمري ما نسيت يا جابر. ليه حرمتني من ابني السنين دي كلها؟ ليه ما خليتوش يزورني في السجن زي ما طلبت منك؟ أنا عارف إن التصرف ده كان فيه عذاب ليك، بس صدقني كان فيه عذاب ليا أنا كمان. لكن لكن إيه؟ اتكلم يا إبراهيم. كان لازم أعمل كده لمصلحته. وهو فين دلوقتي؟ مرسي فين يا إبراهيم؟ مرسي فين؟ ظابط ابني طلعته ظابط؟ وده الإجرام اللي أنا قلت لك تعلمه له؟ مفيش يا جابر أب بيتمنى إن ابنه يطلع مجرم. أنت كنت بتتكلم في لحظة غضب، مش داري باللي بتقوله. أنا حققت أمل كان عند المرحوم أمه وعندك أنت كمان. ويا ترى حكيت له على اللي جرالي أنا وأمه؟ ولا دي كمان ما عملتهاش؟ ما قدرتش. ليه؟ يا جابر، مرسي كان طفل صغير، حبيته وعشت ليه، اعتبرت ابني واخويا وكل حياتي، خدته معايا وسافرت واتنقلت بيه من بلد عربي لبلد تانية والتالتة، كنت بشتغل واتعب ليل ونهار عشان اقدر اربيه وراعيه، لحد ما حوشت قرشين جبته وجيت على مصر وفتحت انا مطعم عشان نقدر نعيش منه، ودخلته المدارس عشان يكمل تعليمه. مع الوقت لما ربنا اكرمنا المطعم كبر ومرسي كبر وبقى احسن ضابط في المديرية. ده كله يا جابر، طب انا غلطان؟
سألكش عن أمه؟ ثار وقلت له إيه؟ قلت له توفت. وأنا قلت له يعني؟ قلت له إيه عني يا إبراهيم؟ أنا عملت له شارب بلاد باسمي. باسمك؟ أمال كنت حاضر أسافر بيه إزاي بس؟ يعني بجرة ألم لغيت ابني من حياتي ولغيتني من حياة ابني. ما تظلمنيش يا جاب، أنا قمتي بواجبي بالنسبة لمرسي. ربنا عالم وشاهد أنا عملت إيه لحد ما وصلته اللي هو فيه. المسألة دلوقتي بين إيديك يا جابر، إعمل اللي يريح ضميرك، بس ما تنساش إن أي صدمة ممكن تضيع مستقبله وتفتح له جروح مش هيقدر يداويها. عايز تفهمني إني لازم أختفي من حياته؟ سبحان الله، أنا قعدت 25 سنة في السجن بحلم باليوم اللي هخرج فيه عشان أشوفه بعينيا وألمسه بإيدي وأضمه لصدري، ويوم ما أخرج ألاقي نفسي بقيت نقطة سودة في حياته، نقطة سودة أتوسخ بدلته الميري. على فين يا جابر؟ همشي قبل ما يرجع ويشوفني ويسألك أنت بتعرف الناس الحقيرة دي منين يا ولدي؟ ما تقولش كده يا جابر. طب هتروح فين؟ وهشوفك إزاي؟ أنا هبقى أتصل بيك. طب دقيقة واحدة أجيب لك قرشين تخليهم معاك. لا، كفاية اللي عملته لمرسي. أنا برضو أب كنت متضايق لأني اتحرمت منه، فأنا برضو فرحان لأنك وصلته لبر الأمان. مش هتقول فين المسروقات؟ ما أعرفش عن حاجة يا بيه. ما تعرفش حاجة عن لا يعني ما تعرفش حاجة عن المسروقات؟ لا يا بيه ما تعرفش. هعترف يا بيه، هعترف يا بيه. يا بيه هعترف يا بيه. أنت فين في المقابر يا بيه؟ في المقابر؟ أيوة يا بيه. صباح الخير يا بدور. مين كان يصدق يا بدور ان ربنا هيتقبل دعايا ويحقق لي الامل الوحيد اللي اتمنيتي مني، وانا وانت نبقى في بيت واحد؟ ما كانش املك لوحدك يا جابر، انا كمان. ما كانش في يوم يعدي عليا من غير ما ادعي ربنا ان يجمع بيننا. ده احنا مبروكين بقى ودعواتنا مستجابه. اكيد فينا شيء لله يا بنت. وحشتيني، وحشتيني قوي يا بدور. عن اذنك شويه، تعال يا عسكري افتح القبر ده. لا لا لا، خليك في حالك وسيبنا نشوف شغلنا. من فضلك ابعد عن القبر ده. يا عم احنا بنأدي واجبنا. هو شغلة البوليس الايام دي فتح القبور على الاموال؟ انت هتفهمني شغلي؟ بس القبور لها حرمه زي البيه والتمام. ما تزعلش مني، انا باخد ودي معاك، انت برضه زي ابني. في مجوهرات مسروقه ومدفونه في تربه من دول، وواجبنا نلاقيها ونرجعها لاصحابها.
انتوا ليه ما بتزودوش الحراسه من الاول في الشوارع عشان السرقه ما تحصلش من اساسها؟ عارف على ايامنا لما كان عسكري الدوريه كح الناس كانت بتترعب. انت غاوي منارة؟ انا مش جاي هنا عشان اتكلم معاك في ايام زمان وايام دلوقتي. سيبنا نشوف شغلنا. شفت اديك اتحمقت تاني وزعلت. تعرف ظباط زمان كان بالهم طويل، لكن انتوا يا شبان الايام دي اعصابكم مش مستحمله. انت بتلف وتدور عاوز ايه بالظبط؟ بصراحه عايز افضل اتكلم معاك شويه. ليه بقى ان شاء الله؟ صاحبي؟ قريبي؟ انا اصلي كان ليا ابني في سنك، والايام فرقت بينا. لما شفتك قلبي ارتاح لك، حبيت اخد ودي معاك في الكلام. جايز ما نتقابلش تاني، وجايز لو اتقابلنا ما كنتش في وقت نتكلم سوا. ليه المطرات يا فندم؟ سيبوني على العربية. حاضر يا فندم. ربنا يحميك يا حضرة الضابط. أنا آسف إذا كنت اتعصبت عليك شوية. بالعكس، أنت كنت بتأدي واجبك، وده شيء يسعد كل أب. كل إنسان. عن إذنك. مع السلامة. يا ابني. شفت ابنك مرسي بقى راجل ازاي؟ بيشتغل ظابط زي ما انت كنت عايزه. قعدت اطول في الكلام معاها عشان تشوفيه وتسمعي صوته. ادعي له معايا يا بدور ان ربنا يحميه ويصونه.